طبعا يعني اكيد بقى برضه حابين نطمن بقى على اخبار المصابين الفتره صحيح اللي فاتت. دي نقطه مهمه ونتكلم هنا عن حاله وليد سليمان. الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق اكد ان جاهز خلاص من الناحيه الطبيه للمرحله المقبله بعد تعفيه من الاصابه اللي تعرض ليها زي ما كلنا تابعنا وانتظامه كمان في التدريبات الجماعيه. شارك وليد سليمان في التدريبات الجماعيه سواء في هنا بنتكلم الجزء البدني او تدريبات الكره قبل سفر الفريق للكونغو واصبح دلوقتي نقدر نقول اللاعب جاهز من الناحيه بقى الطبيه للوجود مع الفريق خلال الفتره المقبله. زي الفل. كمان مهم نتابع حالات بعض اللاعبين الاخرين المصابين في النادي الاهلي، محمود وحيد ومحمد محمود وطبعا علي معلول. الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق قال ان محمود وحيد لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعيه بعد 3 أسابيع من الان، واكد ان محمود وحيد هيؤدي البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص به بشكل منتظم، وان هو بالفعل قطع مرحله جيده جدا في طريق العوده الى المشاركه في المران الجماعي مع الفريق. كمان كابتن محمود وحيد تعرض لاصابه في العضله الخلفيه، والاصابه دي للاسف هي اللي ابعدته عن المشاركه الجماعيه خلال المرحله الماضيه، وبيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي تحت اشراف الجهاز الطبي. طيب لسه برضو مكملين ونطمن حضراتكم هنا تحديدا حاله محمد محمود. الدكتور برضو احمد ابو عبله قال ان اللاعب دلوقتي امامه فتره هتتراوح ما بين 3 أسابيع لشهر ده بالكتير جدا عشان يشارك مره ثانيه في التدريبات بقى الجماعيه، واكد محمد محمود ان بيسير بشكل جيد في البرنامج التاهيلي اللي بيقوم بتنفيذه، وقطع مراحل كمان جيده جدا لحد دلوقتي في طريقه بقى او طريق عودته للمشاركه في المران الجماعي خلال الفتره اللي جايه. محمد محمود كمان كان اجرى جراحه في الركبه أبعدته عن التدريبات الجماعية فترة، وبيقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي عشان يتم تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات مع الفريق. يعني بنتمنى الشفاء لكل اللعيبة إن شاء الله يعودوا مرة تانية كمان أحسن من الأول. أما بقى فيما يتعلق بعلي معلول، الدكتور أحمد أبو عبلة قال أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهير الشملي وهو طبيب منتخب تونس، بيتابع معاه لحظة بلحظة حالة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأنه بيتابع حالته بدقة وحيتم تقييم حالة علي معلول عقب العودة من تونس قبل انتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق. كمان كان قال الكابتن سيد عبد الحفيظ سابقا طبعا أن علي معلول هيرجع من تونس إن شاء الله يوم 30 من مارس الحالي، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله. وكان طبعا علي معلول كان تعرض لاصابه في العضله الخلفيه، وبرده هي دي الاصابه اللي بعدته عن المشاركه في التدريبات الجماعيه الفتره اللي فاتت، وبيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي لتجهيزه للعوده وللمشاركه في مران الفريق. بص 2020 كان وشها حلو جدا لو هنتكلم على النادي الاهلي، ولكن من زاويه اخرى لو احنا نظرنا ليها يعني اصابات او عدد اصابات او توقف كان كبير جدا بالجملة. يعني الغيابات زي ما انا بقول سواء توقف او يعني فكره هنا كورونا الاصابه يعني كانت بشكل مخيف شويه، وده يمكن يعني مش هنقول اثر على التشكيل اكيد، لان كده كده احنا بنتكلم دايما وهذا هو السلوجن زي ما بيتقال هو ده الشعار الاهلي بمن حاضر، احنا ما عندناش اي ازمه في اي حاجه، ال11 اللي بيكونوا موجودين هم دول ال11 اللي بيمثلوا الاهلي مهما يكن هناك غيابات او غيره، بس الواحد برده لما بيجي ينظر كده عايز اللعيبه بتاعته اكيد تكون في احسن حال، ف يعني ان شاء الله يرجعوا لنا زي ما انا قلت كده سالمين وما يبقاش في اي اصابات بقى تاني، احنا عندنا برده لسه بطولات كتيره في انتظارنا فبإذن الله يعني.